انتوا لاحظوا الأطفال، احنا عندما ننظر إلى الأطفال، الأطفال يأنسون بألعاب، يتنازعون عليها، يضرب أحدهم الآخر. ليش؟ لأن هذا أفقهم، ذلك مبلغهم من العلم. لكن إحنا عندنا آفاق ثانية، نرى ما لا يرون. هذه الأشياء أصلاً تافهة عندنا، حقيرة عندنا، أصلاً لا ننظر إليها. أولياء الله ينظرون إلينا بهذا المنظار، عندما يشوفون إحنا الناس العاديين كيف نعشق هذه الدنيا، كيف نتكالب على هذه الدنيا، كيف هذه الدنيا تستأثر بأعماق قلوبنا. هالشكل ينظرون. إحنا في الواقع الدنيا أفقنا. إذا واحد يفكر في أفق آخر، يعيش في أفق آخر، هذه الدنيا تكون عنده حقيرة إلى أبعد الحدود.